يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، إبقاء اللحية على ما هي عليه إذا كانت بيضاء، أم الأفضل أن يقوم الإنسان بصبغها وتغييره؟ الأفضل أن يغيرها، هذا هو الأفضل. وإن تركها بيضاء فلا مانع، فهذا منهم من يصبغ ومنهم من لا يصبغ، فلا مانع من تركها بيضاء. نحن أدركنا علماء ما كانوا يصبغون، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما كان يصبغ، الشيخ ابن سعدي ما كان يصبغ، الشيخ بن لطيف بن إبراهيم ما كان يصبغ، فهم فعلوا الجائز، فعلوا الجائز وتركوا الأفضل. نعم.